أهلا بكم من جديد. ميلاد إبراهيم دانيال، شقيق شهيد مذبحة ماسبيرو مينا دانيال، أحد أيقونات الثورة المصرية اللي دفع حياته ثمن رفضه للظلم وهدر الحقوق وتمسكه بمبادئ يناير. لكن للأسف بعد مرور 7 سنوات على استشهاد مينا دون محاكمة أو محاسبة، لا تزال أسرته تدفع الثمن، ثمن مشاركة ابنهم في الثورة واستشهاده فيها. ميلاد بسبب تمسكه بحق أخوه وقضيته تعرض لعدد من الانتهاكات، بداية من التهديد للتعذيب للإخفاء، وده اللي اضطره لاختيار المنفى هربا من الضغوط وخوفا على حياته، ليجد نفسه حاليا في كوريا الجنوبية ومهدد بالترحيل إلى مصر بعد رفض طلب لجوء، لتبقى معاناة الأسرة كابوس لا ينتهي. خلينا نشوف التقرير ونرجع نبدأ النقاش. لم تتوقف أحزان عائلة مينا دانيال بعد مقتله في أحداث ماسبيرو، حيث طال الاعتقال شقيقه ميلاد أيضا في مناسبات عدة، لينتهي به المطاف خارج البلاد في منفن اختياري. ميلاد إبراهيم دانيال شاب ذو 36 عاما، عمل بالسباكة نهارا وبمصنع المواد الغذائية ليلا. لم تمنعه صعوبات الحياة من المشاركة في ثورة يناير مع أخيه مينا الذي قتل على يد قوات الأمن في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها أكثر من 24 متظاهرا. استمر ميلاد في المشاركة بقوة في المظاهرات التي تلت ماسبيرو، وتم القبض عليه لفترة في أحداث المقطم. بعدها اعتدت عليه قوات الأمن في ذكرى مقتل أخيه أثناء تواجده في مظاهرات قصر الاتحادية. ولكن عام 2015 حدث ما قلب حياة ميلاد رأسا على عقب، حيث جرى اختطافه وتعذيبه لمدة 5 أيام كاملة، وهذا بعد سلسلة من التهديدات التي وصلته عقب ظهوره على إحدى الفضائيات متهما المجلس العسكري بالتسبب في مقتل أخيه. لم تعد مصر آمنة لميلاد، اتخذ قرارا بالسفر إلى روسيا ومنها إلى كوريا الجنوبية للعمل واللجوء بها، ولكن تم رفض طلبه 4 مرات ليهدد بالترحيل خلال شهر من الآن. ويتخوف ميلاد من ذلك السيناريو، خاصة أن قوات الأمن داهمت بيته بعدما غادر مصر ب6 أشهر، ما يجعل قرار العودة مستحيلا بالنسبة له، ليكون ميلاد بين سندان الترحيل من كوريا ومطرقة السجن في مصر. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب ميلاد إبراهيم دانيال، شقيق الشهيد مينا دانيال. أهلا بك معايا ميلاد، وخلينا نبدأ من آخر نقطة. قل لي عن وضعك القانوني دلوقتي في كوريا، هل هتقدر تقعد هناك؟ إيه وضعك القانوني تحديدا؟ وضع القانوني حاليا، الحكومة الكورية رفضتني 4 مرات، فمهدد بالترحيل في خلال فترة قصيرة. يعني انت مهدد، هي رفضتك 4 مرات وانت مهدد بالترحيل، هل انت لوحدك هناك ولا معاك اسرتك هي كمان مهدده بالترحيل؟ يعني ايه الموقف انا بالظبط؟ اسرتي، انا وزوجتي واولادي. انت وزوجتك واولادك، عندك اولاد قد ايه يا ميلاد؟ معايا ستيفن 14 عام ومعايا كارين 8 سنين. طيب ممكن يا ميلاد نرجع ورا معاك شوية وتقول لنا ايه اللي اضطرك ووضعك في الموقف ده؟ ايه اللي اضطرك ان انت تسيب مصر وتروح روسيا وبعد روسيا تروح كوريا، ودلوقتي احتمال ان انت ترجع تاني مصر، ترحل بقى يعني حتى مش راجع بمزاجك؟ لا، هو اللي حصل معايا زي حلمت زي اي شاب، وشاركت في ثورة يناير وحلمنا بالتغيير. انا واخويا مينا استشهد، نزلت بمينا وطلبت بحق مينا، فكان للأسف إن أنا بقيت إرهاب، وإن أنا بقيت بخرب الدولة وعايز أخرب الدولة ده. طيب ميلاد، أنت أختك ماري موجودة دلوقتي في روسيا مظبوط؟ هل بتقدر هي تنزل مصر ولا برضو ما بتقدرش تنزل مصر؟ لا صعبة، هو أنا موجود في كوريا أنا وأختي ومعايا أخويا وأولاده كمان. أنتوا كلكم في كوريا؟ آه. وهل كلكم مهددين بان انتوا ترجعوا مصر تاني؟ هو بالفعل كلنا مهددين بالرجوع لمصر. طيب وايه، هل في خيارات خالص في ايديكم دلوقتي يا ميلاد؟ هو للأسف يعني ما فيش يعني خيارات، لأن الدولة الوحيدة اللي كانت فاتحة بدون فيزا وماضية على قانون اللجوء
كانت كوريا. فاحنا وضعنا حاليا، انا وضع حاليا انا وزوجتي واولادي صعب هنا بالترحيل. طب ميلاد بعد استشهاد مينا يعني حصلت شهرة كبيرة جدا للشهيد مينا، وجميع في كل مكان تقريبا كان مهتم بالقضية. هل اتقدم لكم أي مساعدات من أي جهات؟ وللأسف ما حدش قدم لنا أي مساعدة أو أي مساعدات. ما فيش أي حد، ما فيش جهة حقوقية مثلا حاولت تتواصل معاكم ساعدتكم؟ ما فيش. لا لا، للأسف ما فيش أي جهة حقوقية اتصلت معنا. طيب ممكن أعرف يا ميلاد هم بيرفضوا اللجوء ليه؟ يعني الحكومة الكورية بترفض اللجوء ليه؟ بتقول رفضوني 4 مرات. هي بترفضني لأسباب التصريحات اللي بتقولها القيادات الكنسية اللي هي كلها كذب، وإن الرئيس السيسي جاي ويعني على الدستور الجديد وبيكافح الإخوان المسلمين وبيكافح الإرهاب، يعني رفض يعني بره المنطق خالص. وأنا بتهم السيسي إن هو اللي قتل، يعني السيسي شريك في مجزرة ماسبيرو، مش شريك اساس يعني. مش وهفضل طول العمر ان انا اقول ان السيسي والمجلس العسكري هو من قتل اخويا مينا وقتل كل الشهداء، طب بداية ميلاد، من احداث يناير الى مجزرة الى اخر حالة. طب يعني طب هم مش متفهمين ان حتى بتصريحاتك دي بعيدا عن النقاش فيها، هل هم متفهمين ان حياتك في خطر، ولا هم مش شايفين اصلا ان دي مسألة وان حياتك في خطر او حياة عائلتك في خطر؟ لا، هم مش شايفين ان حياة عائلتي في خطر او انا حياتي في خطر. طيب يعني وانت موجود في كوريا هل تعرف مصريين؟ هل في مصريين؟ هل بتساعدوا بعض؟ هل في مصريين برضو لجأوا لكوريا يعني واعتبروها منفذ للهروب من مصر زيك كده؟ في كثير من الشباب المصريين اللي هربانين من حكم العسكر، موجودين عندك في كوريا وانتوا على تواصل معاهم؟ وعلى تواصل معاهم. طيب ممكن تقول لي يا ميلاد انت تحديدا محتاج ايه دلوقتي، ومحتاج ايه من مين، ومين اللي يقدر يساعدك؟ يعني أنا محتاج مساعدة المنظمات الحقوقية والمنظمات اللي بتتكلم بحقوق الإنسان أو بتدافع عن حقوق الإنسان. أنا مش طالب أكتر من إن أنا أعيش حياة كإنسان أنا وأسرتي في أمان. طب هو انت يا ميلاد دلوقتي انت واسرتك عايش ازاي؟ يعني بتشتغل ايه؟ ايه مصدر دخلك؟ أنا مصدر دخلي بنزل بشتغل في مكتب أرابيتا، يعني شغل يوم بيوم، يعني ممكن في الأسبوع أشتغل يومين ثلاثة، مش يعني مش شغال كشركة أو كوظيفة دايما. بتشتغل ايه بالظبط؟ يعني أحيانا بيبقى في مصانع أو شغل معمار بس، لكن مش وعيالك في مدارس؟ أولادي في المدارس. وانت كنت بتشتغل ايه في مصر يا ميلاد؟ انا بشتغل سباك صحي. سباك صحي. وما بتشتغلش سباك في كوريا دلوقتي؟ لا لا لا، مش شرط. طيب انت قلت ان انت موجود انت واختك واخوك واسرتكم، كل مين فيكم بيشتغل؟ يعني مين اللي بيعوي للاسرة دي كلها؟ هو انا اللي بشتغل، ما فيش غير انا واخويا بس اللي بنشتغل، لكن ما ولا زوجتي ولا اختي ولا حد بيشتغل، ما فيش حد فينا بيشتغل تاني. طب وهل يا ميلاد مفيش يعني لو يعني لو ضاقت بكم السبل، هل مفيش احتمال ان انتوا فعلا ترجعوا وتحاولوا تتصالحوا مع نظام وتحاولوا ان انتوا تجدوا وسيلة ان انتوا تعيشوا في امان في مصر؟ هو إن صعب جدا إن يكون في تصالح مع النظام، يعني نظام قاتل، نظام قتل، صعب إن الواحد يتصالح معاه طيب من بعد اللي يعني حصل، التهديد اللي حصل. الكنيسة القبطية المصرية ليها وجود في دول كتير يا ميلاد، هل الكنيسة محاولتش تساعدكم خالص سواء في كوريا أو في أي دولة تانية؟ هو الصراحة أنا الكنيسة بتعني لي المؤسسة الروحية فقط،
لكن في الوقت الحالي الكنيسة منخرطة في السياسة بشكل كبير جدا، وكلنا شفنا تصريحات البابا وتصريحات الأساقفة اللي بيقولوها كلها مجاملة للسيسي وحبا في السيسي. لكن أنا صعب إن أنا أطلب مساعدة من الكنيسة، لأن هي بالنسبة لي مؤسسة روحية، بالنسبة لك مؤسسة إيه؟ مؤسسة روحية فقط. روحية فقط، بس أنت مش شايف إن هم يقدروا يساعدوك؟ لا، هم مش هيقدروا يساعدوني، لأن هي الكنيسة حاليا منخرطة في السياسة وبتدافع بكل قوة عن رئيس شارك في قتل الشباب، فصعب إن هي تساعدني بتعليمات من الأمن. يعني هي لو هي عايزة تساعد كمان هتجيلها تعليمات من الأمن إن هي ما تساعدش، أو من النظام إن هي ما تساعدش حد، أو ما تساعدش أسرة مينا دانيال بالذات. طب انت يا ميلاد، ايه اللي بتتمناه للمصريين؟ ايه اللي بتتمناه للاقباط في مصر؟ للمصريين لا، ما وللاقباط. بتمنى، لا ما بتمناش الاقباط، بس انا ما بحبش كلمه اقباط، انا بحب كلمه المصريين عامه. يعني ده الهدف اللي انا نزلته، ان انا كانسان عشت حياتي الطائفيه في مصر واضطهدت بسبب ان انا مسيحي، فانا نزلت الثوره علشان نشيل ده، ان انا احنا نتعامل كمصريين. فانا لما بتمنى شيء بتمناه لكل المصريين، مش بتمناه لفئه معينه. وانا طبعا بتمنى لكل المصريين العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. شكرا يا ميلاد، كان معانا عبر سكايب من كوريا بلاد إبراهيم دانيال، شقيق الشهيد مينا دانيال.